من رام الله ينضم إلينا خليل شاهين الكاتب والباحث السياسي. سيد خليل، دعنا في البداية نتوقف مع مثل هذه المظاهرات، يعني كان يتم التعويل عليها منذ فترة لإحداث تغيير، وهنا أتحدث عن التظاهرات والاحتجاجات في العواصم الغربية تحديدا على إحداث حراك في السياسات ودوائر صنع القرار، لكن لم يحدث ذلك، ما زال الدعم الغربي مستمر لإسرائيل. صحيح، رغم اتساع نطاق هذه التظاهرات والاحتجاجات المختلفة في العديد من بلدان العالم، ومنذ يوم أمس هناك دعوات جديدة أيضا للتظاهر أمام سفارات الولايات المتحدة وسفارات إسرائيل في مختلف دول العالم للتعبير عن الاحتجاج، بمعنى أن هناك حركة في أوساط يعني الرأي العام، منظمات المجتمع المدني، النشطاء، حركات التضامن الدولي، حركات المقاطعة، أيضا منتجات الاحتلال والمستوطنات، كلها تدعم ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء هذا العدوان وحرب الإبادة التي تشنها يعني إسرائيل. ولكن مع ذلك لا نرى تأثيرا على قرارات العديد من دول العالم باتجاه أحداث تحولات جذرية، يعني تحولات لتبني سياسات رادعة لإسرائيل لوقف هذا العدوان. وهو أمر ملفت لأنه يشير إلى أن هذا النظام الدولي المتشكل يعني منذ ما بعد الحرب العالمية يعني الثانية وحتى يعني اليوم من المشكوك فيها أن تكون ديمقراطيته عميقة إلى هذا الحد، لأن السياسات التي تتبناها العديد من دول العالم حتى الآن لا تعكس آراء الأغلبية في البلدان، وحتى تلك البلدان التي يعني قرأنا فيها نتائج استطلاعات للرأي العام تشير إلى أن هناك أغلبية ساحقة تطالب بوقف إطلاق النار، إلا أن هذا الأمر لا يؤدي إلى التأثير على البرلمانات على سبيل المثال، وخاصة الأحزاب الرئيسية التي تشكل حكومات في العديد من دول يعني أوروبا، ولا يؤدي بالتالي إلى تغيير يعني في السياسات المتبعة. هذا الانفصام ما بين الرأي العام وما بين الحكومات يشير إلى وجود خلل ما ينبغي على العديد من الأحزاب، أعضاء البرلمانات، حركات التضامن أن تبحث عن طريقة من أجل إحداث تأثير ربما خارج الأطر والمظاهر التقليدية التي شهدناها، بمعنى الانتظار لتقديم مشاريع قرارات في البرلمانات وغير ذلك. إلى كل ذلك يجب أن نضيف بأن هناك تغيرات أيضا يعني حدثت في المواقف العديد من دول العالم، كلنا يذكر على سبيل المثال الموقف الفرنسي. الموقف الفرنسي في النهاية اضطر للاستماع لرأي الشارع يعني في فرنسا، كذلك الحال فيما يتعلق بالموقف الألماني. الموقف الألماني كان داعما بشكل مطلق للعدوان على قطاع غزة، ومن ثم بدأنا نشهد تحولات في الموقف الألماني. حتى الآن لا يمكن القول بأن مثل هذه المواقف يتم ترجمتها بشكل كبير يعني وضاغط على يعني الجهات التي يفترض الضغط عليها، سواء إسرائيل أو الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الولايات المتحدة هي التي لا تزال توفر يعني الدعم السياسي والدعم العسكري لإسرائيل. الدعم السياسي كما نشهده في مجلس الأمن وتعطيل أي محاولة لإصدار مشروع قرار لوقف إطلاق النار، واستمرار تبني الموقف الإسرائيلي، بمعنى الموقف الأمريكي حتى الآن لا يزال مناهض لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وهو يعني يدعو إلى وقف إطلاق نار مؤقت في إطار المفاوضات الجارية حاليا يعني في الدوحة، ومن ثم استئناف الحرب بطريقة أو بأخرى. أي أن الولايات المتحدة تتبنى الهدف العام الذي تريده يعني حكومة نتنياهو، وهو القضاء على حكم حركة حماس والقضاء على المقاومة، وبضمنها بالتأكيد القدرات العسكرية لحركة حماس. ورغم ذلك لا نجد يعني حتى الآن مواقف يعني قادرة على الضغط على الولايات المتحدة بشكل أساسي، رغم ما أشرت إليه من تحولات بما في ذلك توقف بعض الدول أو تعليق يعني بعض الدول لصادرات السلاح إلى إسرائيل. بالنظر إلى الموقف الأمريكي، يعني كيف تقيم تصريحات كامالا هاريس بأنه ربما بتلويح بعقوبات أو عواقب لغزو رفح أو الاجتياح البري لرفح، وتحدثت بأنها درست الخرائط، تحدثت بشكل فيه تعاطف كبير مع النازحين في رفح؟ تصريحات هاريس ربما كانت الأكثر وضوحا في التصريحات الأمريكية التي شهدناها خلال الفترة يعني الأخيرة. من الملاحظ أننا نشهد تقريبا نفس العبارات التي تتكرر من الرئيس الأمريكي إلى وزير الخارجية، مستشار الأمن يعني القومي، كلهم يرددون نفس العبارات فيما يتعلق بالعملية البرية يعني في رفح، وأنه لا توجد
خطة مقنعة تقدمها إسرائيل من أجل إجلاء المدنيين الفلسطينيين من رفح إلى المنطقة الواقعة جنوب وادي غزة. ولكن تصريحات هاريس كانت ربما الأكثر وضوحا في معارضة العملية العسكرية بحد ذاتها، وليس فقط ربط العملية العسكرية بضرورة أن تكون هناك خطة واضحة لتجنب إيذاء المدنيين الفلسطينيين. لكن إلى أي مدى هذه التصريحات تعكس تغيرا جذريا في الموقف الأمريكي، معارضا لمبدأ العملية العسكرية في رفح وليس للتبعات التي يمكن أن تترتب عليها؟ هذا الأمر حتى الآن لا يزال غير واضح، وخاصة أن هناك تسريبات نسمعها في وسائل الإعلام الإسرائيلية تشير إلى أن المحادثات التي سوف يجريها وزير الحرب الإسرائيلي جالنت في واشنطن مع المسؤولين الأمريكيين سوف تتطرق إلى أفكار أمريكية بديلة للعملية العسكرية البرية الكبرى التي يمكن أن تنفذها إسرائيل في رفح. أفكار من نوع أنت يتم محاصرة رفح من مختلف الجهات والضغط عليها من الخارج، ومحاولة التقدم في بعض المحاور وليس إلى قلب مدينة رفح، ومن ضمنها محاولة السيطرة على الخط الحدودي المعروف باسم محور فيلادلفيا الفاصل ما بين مصر وما بين قطاع غزة. ولكن إذا كانت هذه السيناريوهات فعلا مطروحة من قبل الولايات المتحدة كبدائل لعملية عسكرية برية تشمل اجتياح شامل لرفح، أعتقد أنه يجب التوقف قليلا والتمهل في الحكم على الموقف الأمريكي، لأنه في هذه الحالة سيكون داعم لشكل آخر من العمل العسكري في رفح، وربما تكون نتائجه أكثر كارثية، وخاصة إذا ما جرى محاولة إطباق الحصار على مئات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين الموجودين في رفح، لأن السيطرة على الشريط الحدودي تعني أيضا إغلاق معبر رفح وكذلك معبر كرم أبو سالم، وهي المعابر التي يمكن منها دخول المساعدات إلى جنوب قطاع غزة. وهذا الأمر أن سياسة التجويع التي نشهدها الآن في غزة وشمال قطاع غزة سوف تنتقل أيضا إلى منطقة يمكن أن يفرض عليها حصار طويل في رفح. هل هذه تقع ضمن الخيارات البديلة التي اقترحتها الولايات المتحدة الأمريكية وفهمت في وقتها بأنها ربما اقتراحات استخباراتية للقضاء على قيادات حماس وليست عسكرية؟ نعم، الاقتراحات الاستخبارية تقوم على محاولة جمع معلومات واستهداف أماكن أو ربما قادة من حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى، وايضا هذه خيارات دمويه وليست خيارات غير عسكريه، هي خيارات من عسكريه من طراز رفيع ان يتم استهداف قيادات، لان شهدنا كيف قامت اسرائيل في الشهر الاول من الحرب البريه بالقاء 1000 رطل من المتفجرات على مخيم جباليا، واحدثت مجزره في ذلك الوقت ودمرت مربعا سكنيا واسعا بسلاح امريكي. قد تفعل اسرائيل امر ذاته وهي قالت ايضا قبل اسبوعين بانها حاولت ان تغتال القائد العسكري مروان عيسى في كتائب القسام في منطقة أنصراط بإلقاء أيضا كمية كبيرة من المتفجرات على مربع سكني دمرته بالكامل. إذا ما كان هذا هو المقصود من قبل الولايات المتحدة فهذا أيضا كارثة بحد ذاته، لأنها سوف توقع خسائر كبيرة في صفوف المدنيين. لكن أيضا من ضمن الأفكار الأخرى التي تطرح وهو ضرورة أن تقوم إسرائيل بالبحث في سيناريوهات من نوع السماح بعودة أعداد أكبر من النازحين في منطقة رفح إلى أماكن سكنهم في شمال قطاع غزة وليس فقط إلى منطقة وسط قطاع غزة، لأن هاريس يوم أمس قالت بأن الخرائط التي طلعت عليها أكدت لها بأنه لا يوجد مساحات كافية لاستيعاب مليون أو مليون ونصف نازح فلسطيني موجودين الآن في رفح، وهي تشير على ما يبدو إلى المنطقة الوسطى في قطاع غزة. ولكن هناك بعض الأفكار التي تقول بأن طرح قضية عودة النازحين الآن في المفاوضات الجارية في الدوحة للتوصل لوقف إطلاق النار والسماح بعودة أعداد منهم ربما إذا ما جرى توسيعها لتشمل أعداد أكبر مما يجري الحديث عنه، كلنا نسمع تسريبات إسرائيلية تقول باستعداد إسرائيل للموافقة على عودة 2000 نازح
غالبا من كبار السن والنساء والأطفال يوميا خلال يعني فترة وقف إطلاق النار إلى شمال قطاع غزة. وهذا العدد يعني لو قمنا باحتسابه وفق ما يجري تداوله في الإعلام الإسرائيلي فهو يعني عودة نحو 60,000 فقط من جنوب قطاع غزة إلى شمال قطاع غزة. ربما يكون هناك دفع باتجاه يعني استخدام هذا الأمر أيضا كأحد الأوراق التفاوضية، بمعنى أن تبدي إسرائيل استعداد لزيادة مثل هذه الأعداد، وبالتالي يتم توزيع المدنيين الفلسطينيين على مساحة يعني أكبر بكثير من منطقة وسط قطاع غزة، أي جنوب وادي قطاع غزة لتشمل أيضا شمال قطاع غزة. لكن الأهم من كل ذلك هو كيف ستقوم إسرائيل بالقضاء على حركة حماس وفق الأفكار الأمريكية. أحد بعض الأفكار تقول يعني كما ذكرت أنت معلومات استخبارية، استهداف أماكن لتواجد قيادات، استهداف بعض القيادات بعمليات اغتيال مركزة. وكذلك سمعنا أمس يعني أفكار من نوع عدم اجتياح المدينة واجتياح بعض الأماكن في المدينة وبضمنها الشريط الحدودي مع مصر.